اهلا بيكم في درس جديد سهل ولذيذ وكمان ملون. تعالوا معانا نحول طبق الرز من طبق جانبي لوجبه ممكن ولادنا ياكلوها وتغذيهم. هنعمل النهارده مع بعض رز بالمشروم والفلفل والذره. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. في حله سخنه على النار هحط 6 معالق زيت، هحط 3 كوبايات من الرز. اول ما يبدا الرز يسخن من الزيت هنبدا ننزل بالمشروم ونشوحه هو والرز مع بعض. هنستمر في التشويح لحد لما الرز يبدا يشخلل شويه ويدينا صوت حد، ده هيكون انسب وقت ان احنا ننزل بالبصله. اول ما البصله هتدفى من الرز ومن الزيت ده هيكون انسب وقت احط بقيه مكوناتي. كوبايه من الذره، ثمره فلفل من كل لون، عودين كرفس كبار، وهقلب تقليبه وانزل على طول بالتوابل. كل كوبايه رز بتاخد معلقه صغيره من الملح، فلفل اسود ومعلقه صغيره بهار، ربع معلقه حبهان مطحون مع لورا وروزميري. هنقلب كل مكوناتنا مع بعض بس يا دوب تختلط، وهننزل عليهم بالميه السخنه. كل كوبايه رز هنحط لها كوبايه ميه، في اللحظه دي مش هنقلب كتير، يا دوب هنحرك الميه مع المكونات ونغطي على طول. اول ما الرز بتاعنا يبدا يغلي ويعمل بك 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 هنحطه على شياطه ونوطي عليه ونسيبه. شفتوا درسنا ازاي؟ كان سهل ولذيذ وفي الوان، وحولنا طبق الرز لوجبه كامله ومغذيه كمان. استنوني في درس جديد. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.